لمزيد من التحليل بينضم إلينا من بيروت سيد إلياس فرحات الخبير العسكري. سيد إلياس، أرحب بك عبر منتصف النهار. أهلا بكم. يعني هناك دعوات ودعوات كثيرة وقوية إلى إيران بضبط النفس، هل تعتقد أنها ستلقي أصداء من الجانب الإيراني؟ لا أعتقد أن هذه الدعوات سوف تكون لها أذان صاغية في طهران، فهذه ليست فقط دعوات عادية، إنما اتصالات هاتفية بين الرئيس الإيراني والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء والمستشار الألماني، كلها تمحورت حول الرد الذي تريد إيران ضد إسرائيل عقابا لها على خرق أمنها القومي وسيادتها الوطنية واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس داخل أراضيها. يبدو أن إيران لن تتجاوب مع هذه الدعوة، خصوصا أن الدول الأوروبية والأمريكية لم تستنكر تعرض لسيادة إيران ولا لأمنها القومي، فقط تريد منها أن تبتلع عملية الاغتيال التي حصلت داخل أراضيها من دون أي رد فعل. وهذا أمر كما قال ناطق بلسان الخارجية الإيرانية هو غير منطقي ولا أي دولة في العالم تقبله، لذلك مبدأ الرد أصبح يعني محسوما، لكن ما هو غير معروف بعد توقيت الرد ونوعيته وحجمه، وهذا لم يصدر أي شيء من الجانب الإيراني سوى أنه سيكون ردا قاسيا ومؤثرا وقويا، أكثر من ذلك لم نعرف هي طبيعة الهدف وأين الهدف يعني علامات يعني استفهام كثيرة سيد إلياس، يعني لا أحد يعني في العالم يعلم إجابة سؤال المليون دولار وهو ما هي آلية الرد وتوقيت، ولكن هناك سؤال آخر يعني بيطرح نفسه، وأنت خبير عسكري يعني ملم بالشؤون العسكرية سيد إلياس، عسكريا تتوقع بأن يكون هذا الرد في حكم الرد مثل إبريل الماضي أم أقوى منه، أم ستتجه إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات؟ دعنا نحلل هذه القصة. يعني إذا عدنا إلى عملية الرد الإيراني في عملية الوعد الصادق التي جرت في 13 إبريل الماضي، نرى أنها كانت إطلاق نحو 180 مسيرة، طائرة مسيرة، و34 صاروخ جوال كروز، و110 صواريخ باليستي. الصواريخ الجوالة تتطلب نحو ساعتين ونصف للوصول إلى إسرائيل، فيما المسيرات تتطلب بين الساعتين ونصف وثلاث ساعات، أما الصواريخ الباليستية فتتطلب نصف ساعة. يعني هنا الرد سيكون بالصواريخ الباليستية. الصواريخ الباليستية التي أطلقت في إبريل الماضي تم اعتراض معظمها، وسقط 10 منها في منطقة قاعدة نفيتيم في جنوب إسرائيل في النقب، وسقط 5 في الجولان. إذا افترضنا أن إيران سترد ردا قويا وفاعلا، فإنها ستستعمل صواريخ باليستية وربما متطورة أكثر من الصواريخ التي استعملتها في إبريل. وهنا يعني نحن أمام رماية صواريخ متطورة على أهداف إسرائيل، يمكن للقبة الحديدية الإسرائيلية وطبعا الأمريكية ستشترك في الدفاع، هذا أمر مفروغ منه، اعتراض قسم منها وليس كلها. يعني إذا أطلقت 100 صاروخ وتم اعتراض 40 أو 50 صاروخ، يبقى أن يسقط على الأهداف المحددة نحو 30 40 صاروخ، نقول هذا على سبيل المثال وليس الحصر، يعني وتؤدي إلى مفاعيل قوية. هذا هو يعني المتوقع من الناحية العسكرية، لكن ما هو هذا الصاروخ؟ هل هو صاروخ شهاب 3 المتطور أكثر من هذه الصواريخ، أم هو صاروخ فرد صوتي هايبرسونيك لم يكشف عنه بعد ولم يطلق بعد في أي عملية حربية، أيضا لم نعرف شيئا عنه. لكن المشكلة سيدتي ليست في الرماية الإيرانية، المشكلة هي في الرد الإسرائيلي. كيف سيكون الإسرائيلي؟ طبعا إسرائيل لديها F-35 ولديها صواريخ بعيدة المدى ويمكن أن تؤثر في الداخل الإيراني. هناك كلام إيراني عن أن الرد الإسرائيلي استهدف الداخل الإيراني وكان هناك معونة أمريكية وأطلسية. هذا هو السؤال سيد إلياس، المعونة الأمريكية، المعونة الأمريكية وصلت بالفعل إلى منطقة الشرق الأوسط، وتوجد قواعد عسكرية منتشرة في كل المناطق، فأعتقد القاعدة العسكرية الأمريكية هل ستدخل على خطوط التماس وتتشابك في حال تم إيقاع إسرائيل؟ يعني هذا يعني يؤدينا إلى افتراض أمر صعب جدا، يعني وهو حرب إقليمية، أي
بين إيران والقواعد الأمريكية في المنطقة، وبين إيران وإسرائيل، وبين إيران وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج. يعني هناك دمار واسع سوف يصيب المنطقة بكاملها. طبعا إيران سيصيبها نصيب كبير من الدمار، لكن هذا يعني خيار أبوكاليبسي. يعني إذا قامت إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية من قواعدها في البحر أو في إنجرلك في تركيا أو في العديد في قطر أو في الإمارات أو في السعودية بقصف أهداف داخل إيران، فأن الرد الإيراني سوف يكون يعني ردا حازما ويؤدي إلى تغييرات دراماتيكية في المنطقة، وهناك دول تنهار وتتدمر بما في ذلك إسرائيل، ولا نعلم من سيكون يعني سيكون فرق عملة كما يقولون في لبنان في هذه الحرب. طيب الرد الإيراني ونحن ننتظر، ولكن الآن هناك صمت إيراني على هذا الرد، وهذا الصمت حمال أوجه، يعني يصف بعض المحللين بأنه جزء أصيل من العقاب وهو انتظار الرد أو العقوبة، والآخر يرى بأنهم يتداولون في الغرف المغلقة أن يكون رد محمود أو على نطاق ضيق. ما سبب هذا الصمت؟ يعني أن نعود إلى ما تسرب وما أعلن من محادثة الرئيس الإيراني مع الرئيس الفرنسي، حيث طلب منه الرئيس الفرنسي أن يكون الرد محدودا ولا يسبب ردة فعل قوية. وافق الرئيس الإيراني شرط أن يتوقف العدوان على غزة، لكن العدوان على غزة يعني لم يستطع الرئيس الفرنسي أن يقدم أي ضمانة، كون العدوان على غزة هو أمر أمريكي أكثر ما هو أمر يعني فرنسي. لذلك انتهت المكالمة بعدم اتفاق حول تحديد الرد وتفادي توسيع رقعة النزاع. يعني ممكن أن يكون في الكواليس اتفاق مثلا على أن يتم بعد غد الخميس في اجتماع الدوحة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم وانسحاب وهدنة وتبادل الأسرى، يكون هذا يعني يعطي انفراج ويكون الرد الإيراني ردا شبه رمزيا يعني على إسرائيل، ويمكن احتواء الوضع عندها، لكن يبقى هذا أمل أكثر مما هو واقع. هل من المنطقي ونحن الآن في عام 2024 ونتحدث عن دول ودول لها سيادة، هل من المنطقي أن يكون هذا الرد وهذه الحرب التي نتوقعها، سواء كانت حرب شاملة أو كانت ستكون حرب محدودة في ردودها، أن تغيب الأمم المتحدة عن إرساء القوانين لحماية الدول؟ يعني أمين عام الأمم المتحدة لم يتحرك بالحرب الأوكرانية وهي تقع في قلب أوروبا ويقتل فيها أوروبيون. أمين عام الأمم المتحدة وصل إلى المعبر ولم يستطع الدخول إلى غزة. يعني وهذا يدل على عجز هذه المنظمة. عندما قال غوتيريس بعد عملية طوفان الأقصى أن لا شيء يخلق فجأة، هناك تاريخ للنزاع، يعني طالبت إسرائيل بإقالته من منصبه لأنه قال أن هناك يعني أساس لهذه العملية، عملية طوفان الأقصى، ولم يبدأ التاريخ بها كما تشيع إسرائيل وحلفائها في المنطقة أنه قبل طوفان الأقصى لم يكن هناك شيء، ب 7 أكتوبر تغيرت الأمور. عندما قال غوتيريس هذا الكلام طلبوا إقالته واعتبروه معاديا للإسلامية. لذلك الأمم المتحدة معطلة بسبب قرار أمريكي إسرائيلي، كما أن المحكمة الجنائية الدولية لم تستطع تنظيم مذكرة اعتقال بحق نتنياهو تلبية لطلب المدعي العام في المحكمة، لأن الكونغرس الأمريكي هددهم بعقوبات اقتصادية ووضعهم على لائحة الإرهاب. يعني يريدوا أن يضع محكمة دولية على لائحة الإرهاب ولا أحد يسأل ولا أحد يهتم. لذلك المشكلة هي في الولايات المتحدة وإسرائيل وليس في شخص الأمين العام ولا في منظمة الأمين العام. تخيلي سيدتي منظمة الأونروا ومنظمة إنسانية الأمم المتحدة موضوعة في إسرائيل على لائحة الإرهاب، يعتبرون الأونروا التي تقدم مساعدات إنسانية للنازحين الفلسطينيين منظمة إرهابية. كيف يمكن التعامل مع هؤلاء الناس يعني؟ نعم سيدي الفاضل إلياس فرحات الخبير العسكري، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت.